كنت نايم؟ لا ما نايم، تعالي. ميار؟ هاي حبيبتي. اليوم حكيت مع إبراهيم. شو؟ إجا مشان يشوفني. إجا يشوفك بكل عين وقحة؟ شو نسيتي كيف تركك؟ إذا بتريد بأن وش إجا يشوفك هاد الكلب الحقير؟ أخي ممكن تسمعني شوي؟ ليلي إنه لساتك بتحبيه؟ إيه؟ يا الله أريج، شوفي أمي لما رفضته لإبراهيم كان معها الحق إنه ترفضه. معها حق؟ ولما رفضتها لعليا كان معها حق؟ أنا لما شفته لإبراهيم وحبيته تعلمت شغلة، الحب ما بتقدر بتمن وما لازم نخسره، ويلي ما بيحافظ عليه ما بيستحقه، وانت ما عرفت تحافظ على حب عليا. مفكرة انه انا ماني حابب رجعها؟ اخي انا بعرف، بس يا ترى شو بيكون احساس عليا بعد كل اللي عملته فيها؟ ممكن انه تسامحك؟ ممكن ترضى ترجع لك؟ هذا الشيء هي بتقرره، ما رح ترجع إلا إذا كسبت قلبها. بتمنى ترجعوا لبعض. وين كان إبراهيم كل هالوقت؟ ألو. مرحبا عليا. أهلين. كيفك؟ منيحة، وأنت؟ ماشي الحال. أنا جاي بكرة على اسطنبول. وهلأ حكينا معه وقال بده يجي؟ وليش لهلأ ما وصل؟ لسه ما حلو يوصل، طولي بالك حبيبتي. لا تخافي حبيبتي، أبوكي رح ياخدك لعند أمك المحترمة، بجوز يجيبها لهون ما بعرف. عمت اللعبة اللي اشتريناها لليس وينها؟ حطيت لك ياها بالشنطة. بدي شوفها. راما خلص ما تخليني ازعل منك. ها؟ إجا بابا. أهلين بنوتي الحلوة. أهلا وسهلا ميار بيك. أهلين فيكي. جاهزة الأمورة؟ إيه جاهزة. برافو عليكي. يلا خلي حسيبة تاخدك على السيارة. هلا أنا بلحقك.
خايفة ياخد ابني. لا تخافي، أنا جاي معك منشان أكون قريب منك. يخلي لي إياك. عليا أنت مثل بنتي ومستعد أعمل كل شيء كرمال عينك، ولا ما بتعرفي غلاوتك؟ شو منمشي؟ إيه بابا. مانك مبسوطة؟ كتير. آه طبعا معك حق، رايح على عند الماما. انبسطي. برافو والله يا عليا، ومشيتي كلمتك على عائلة كران. شفتي أخوك كيف ركض لعند أركيد؟ بتعرفي أمي، أنا زعلانة عليك. شو؟ أنتي بعمرك ما عرفتي تحبي، ما هيك؟ إيه بلا هلت والحكي الفاضي، أنا ما بتهمني غير مصلحة ابني، فهمتي ولا لا؟ شفتي وقت اللي راحت مرته شو صار فيه؟ لا تنسي إنه أخي هو سبب اللي صار، مرته معها حق. عليا شو في هي؟ بدها تطريز وشك ألماس، لازم تخلص اليوم. بس هي صعبة وما بتخلص للمسا. ونحن بدنا اياها المسا. بس أنا شو؟ لا لا ولا شيء. دينا أنا كتير مقصرة معك، أمانة ما تزعلي مني. أنا مو زعلانة، نحن أخوات. على القليلة كان لازم اعتذر منك على الشيء اللي عملته أمي معكم. مو مشكلة، المدام مفكرة أنه معها حق. أمي على طول بتفكر أنه الحق معه. صحيح رجع إبراهيم؟ أمك حكت لك؟ قال أنتي قلتي لا، والله فرحت لك من جوات قلبي. هاتي حكي لي شو قصة إبراهيم؟ دينا بتعرفها، بوقت لسه ما كان معي موبايل، هلكناها لدينا، كانت رايحة جاية بيناتنا. شو صار؟ ليش تركتوا بعض؟ أمي ما قبلت بحجة أنه مو من مستوانا. أريج لا تزعلي مني، أمك بتكره شيء اسمه حب. ما بتعترف فيه، أمي ما بيهمها غير المصاري والعيلة. هلأ نحن خسرنا سمعة عيلتنا وانفضحنا، وما بعرف شو مخبيت لنا الأيام. بدي اقلها للماما. ليش وصلنا؟ ايه تقريبا وصلنا. شو فيها هيك منيحة؟ عيديها احسن. عليا وين صرتوا؟ نص ساعة منكون عندك. ميار راما عن جد معك؟ احكي مع ماما. ماما راما يا روحي، لحنا جايين لعندك. عم استناكم ورايحة اخبر اخوك انه رح توصل. ماشي يا عمري، انتي رح موت على ما نشوفك يا قلبي. هادي معلم ناجي، زوجي وبنتي جايين على الطريق ورح يوصلوا، ممكن روحوا إذا بدك بيجي بيوم العطلة؟ يوم العطلة نحن منسكر. شو لساتك واقفة؟ يلا روحي لعند بنتك. لوين رايحة؟ يلا السلامة. في عليك كسر شغل وأنا قلت لازم تخلصي. أنا بكمله ست سهيلة، أصلا أنا بحب الشك. أنت اسكتي ولا تتدخلي، خليكي بشغلك. سهيلة أنا كتير مضطرة أطلع لأمر ضروري، بعدين بكمل كل الشغل اللي علي. بخاطركن. ليش عم تتلأمن؟ ست عليا مدري شو صاير معه، وحدة معقدة وما بتقدر ظروف حدا.
يا ترى شو صاير مع الست عليا؟ لولا شوي كنت رح ابكي معها. معلم ناجي، ممكن نحكي شوي؟ احكي، عم بسمعك. انا عملت اي شي ضايقك مني؟ لا، صاير شي؟ لكن ليش عاطي وشكل هالقد لهالست؟ يعني مو المفروض انها تاخد اذن مني؟ بالاول اسمع عليا، مو هالست سهيلة، تصرفك ما عجبني. تفضل عيدي، نحن لازم نحكي شوي. انا اشتغلت 27 سنة بدار الازياء، وبعد هالمدة تركت الشغل مع اني تعبت لساوي اسمي. تعرفي ليش؟ بسبب مشاكل الناس وهمومهم، ولاني تعبت كنت بدي غيري على نفسي وما اسأل عن المادة. كنت اتعامل مع الناس بطيبة قلب وما استنى مقابل. كل اللي قلته منيح، بس هداك الزمن راح واجا غيره. أريج، امك كيف قدرت تفرقك عن ابراهيم؟ معقول ما تقدر؟ عملت العمايل بالست أريج. كل شي عملته ما له قيمة، هي بتضل امي. بس كانت بدها تلفق له تهمة، وكانت بدها تشتكي عليه للضابط، ولو اشتكت كان خرب بيته. للضابط؟ اي ضابط؟ ابراهيم كان عم يخدم جيش، بوقتها تعرفنا على بعض وحبينا بعض. يعني مانو من هون؟ لا، مانو من هون. كان بده يترك هويته العسكرية عندي. شي حلو. وبعدين؟ لما تسرح قال لي بدي روح شوف أهلي وبعدين برجع لهون، وما عاد شفته. شو صار؟ كنت مفكرته أنه خلص راح وتركني. ايه؟ وين كان كل هالسنين؟ الزلزال دمر بيتهم فوق كل أهله. ايه؟ شو عم تقولي؟ ايه، وليش رجع لهون؟ يعني في سبب لرجعته؟ مشان الشغل. هو صحفي، بس وقت اللي عرفته ما كان عم يشتغل، وهلأ عم يشتغل بجريدة كبيرة باسطنبول، وجاي لهون بمهمة عمل. اه، كتير حلو. معناتها هو شاب مثقف وشغيل. ايه. تحية لشو؟ أوه، فرجيني. حبيبتي
عجبتك الهدية؟ ايه. روما الهدية كتير حلوة. وهديتك كمان. بوالين للحلوات. يلا على البوالين. شو حبيبي؟ يلا على البوالين. ايه بدي. اعطيني واحد. بدي الاورانج. واحد تاني موف. شكرا معلم. يلا على البوالين. عجبوكم البوالين؟ لوين بدكم تاخدونا هلا؟ ما بعرف. منروح منتغدى وبعدين منشوف. جعتوا ما هيك؟ ايه انا جعت. وانا كمان. شو رح ناكل؟ شو ما بدكن. طالع. مادام ما انك طالع لمكان، ليش اخذت اجازاتك السنويه كلها مع بعضها؟ طلع لك شي اسبوع زمان. هاي نور بدها تطلع كمان تنبسط سوا. محتاج اقعد مع حالي، بدي افكر باللي جاي. انا خايف تكون عم تخطط للسفر. على الاقل بالوقت الحالي ما بدي. ببلاد برا جراح مثلك بيرفعوا للسما. سمير، بهيك قرار ما بصير تستعجل. رغم كل المغريات اللي برا، نحن لازم نبقى حتى ولو الكل سافر. بعرف، بس إذا تركونا بحالنا أخذت كثير من وقتك. إذا احتجتيني أنا بالبيت. ريح راسك شوي ولا تفكر باللي صار. يلا بشوفك بخير. بدي ترجع سمير اللي بعرفه، عنيد وقوي وما بينهزم. عم تفهم علي؟ ماشي. أنا لازم ساوي كل شي بهالبيت. الغبرة مع عباية الكتب. لكان ما حدا فاضي. عشو عم تدوري؟ ما عم دور عشي. عم رتب المكتب لأنه ما في شي بمحله. كل الكتب فايتة ببعضها. مستحيل تلاقي شي بهالفوضى. وين ما رحت عم شوف هالتافهة بوشي. آه منك يا ابني، شو عملت بحالك؟ جبت هيك وحدي على بيتنا. امي ضيعت اسمك واسم عيلتك وفضحتنا بين الناس، ورايح تراضي مرتك؟ مثل هيك رجال شو بدي اتامل منه؟ هلا ست عليا باي وش بدها ترجع على هالبيت؟ هذا فوق حقها. واخي باي وش رح يواجه مرته يلي خانه؟ ليش مو هو يلي فضحنا؟ ومو صورته هو بصاحبته يلي معبيه كل الجرايد؟ عليا اكثر وحده انظلمت بهالقصه. بتقدري تحطي حالك محلها لولا لحظة واحدة؟ أنا ما قلت إنه أخوكي ملاك، طبعاً هو غلطان. بس المرأة بنت الأصل واللي بدها تعيش ما بصير تخرب بيتها مشان غلطة مثل هي. بس الشي اللي عمله أخي أكبر من الغلطة بكتير. ليك وهلأ رايح يراضي الست ويستسمح منها. أمي حاجة مشاكل مشان الله. يعني إذا رجعت عليا ما في داعي إنه تعاتبيها. إذا حاكيتها بتكون محظوظة.
انت بتعرفي خاله فؤاد؟ ايه شفته لما اجى لعنا على البيت من زمان. بتعرفي انه بيشتغل دكتور اسنان؟ ايه بعرف. راما شوفي هداك الجسر وينه؟ كأنك نحفاني؟ ايه شوي. طلع حلوة. شو صاير لك سمير؟ ليش أخذت كل إجازاتك وأنت مو ناوي تطلع لمكان؟ بدي ريح أعصابي. أنا مو طايق أشوف مازن بالمستشفى. عاطي القصة أكبر من حجمه. يعني الوقت مو مناسب لتاخد إجازة. هلأ وين ممكن تطلع؟ والله أنا كتير محتارة. إيه؟ شو رأيك نطلع على إسبانيا؟ عندي أسبوعين إجازة. ما أخذت إجازة مشان سافر. بدي أقعد لحالي شوي. محتاج كتير للهدوء. يعني ما بدك يانا نقضي الإجازة سوا ما هيك؟ أنا ما قلت هيك. يعني بما معناه؟ أنت غلطانة. محتاج أقعد فكر. بشو بدك تفكر؟ بموضوع التحقيق؟ لازم أعرف كيف بدي أتصرف بهالمشكلة. طلب التحقيق إهانة إلي، والمفروض فكر بمستقبلي كجراح. شغلي بدها تفكير. بالنسبة لوضعنا شو بو؟ سمير مو منتبه إنه علاقتنا ما عادت مثل الأول؟ نحن ما كنا هيك. أنت عم تبالغي. لا أنا ما عم بالغ. مشاعرك تجاهي ما عادت مثل زمان، وما عاد سهرنا سوا مثل الأول. كأني زميلتك وبس، كأنه بعمري ما كنت حبيبتك. خلينا نطلع مشوار وهنيك منحكي. ضايق نفسي. ما في داعي للحكي. لا في داعي، بس هلا انت روقي وقومي نطلع. يلا ماشي. يلا بهالصورة عمرها 3 سنين، كانت بنوتة بتطير العقل، وقديش أمها كانت متعلقة فيها. بوقتها كانت أمها
خالي حسيبة، نامت أمي؟ إيه نامت، الراس عم يجع. لوين رايحة؟ طالعة مشوار، إذا سألت قولي لها راحت على السوق. بس ما تطولي، من غير شي هي مالها على بعضها. ما بطول لا تخافي. عن جد كان بيطير العقل، هلا عم يرجعوا يعرضوه مره ثانيه على المسرح. 40 شو رايك؟ تروح تحضره معي؟ 60 بضل ساعه يحكي على التليفون، تقول التليفون على حسابه 24 ساعه، ما ضل عنا شغله غير انه نحكي على التليفون ونروح مشاوير. وقتها رحنا انا وياه فكر بحاله ابن الاغا. أيوة مصرياته كتار، الساعه عندهم 100 ليره بس، ما ضل معنا مصاري غير هدول. معقول ما عرفتها؟ لا وفوقها هي مشقوقه كمان، ما حدا رح يرضى ياخذها مني. خليك عم تحكي لا تسكر، مدير عام ما بيحكي قدك على التليفون. خلص انا بارده، سكر هالتليفون بقى. من شاء الله تتضيقه حبيبي لتكون مفكر انه الحكي على التليفون بدون مصاري. خلص عبود اليوم بشوفك وبنحكي. مرحبا كيفكم؟ ان شاء الله مناح كذا وكذا وخلاص. ماشي إبنى. ماشي لكن بشوفك منيح. التليفون للشغلات الضروريه مو لطق الحنك ولا العجن، الحكي حقه مصاري. وجعت لك راسك من كتر ما حكيت، ما هيك؟ انا اللي عطلتك عن شغلك دكتور فؤاد، عن جد كتير تسليت. اي شغل هاد؟ اصلا اذا بده يجي المريض بده الجرس. ها تا 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 تا. فاجأتك ما هيك دكتور؟ مع انك لا بتسأل ولا بتطل. اهلا وسهلا اسمعان، حقك علي. اهلا فيك. مرحبا مدام يسرى. اهلا وسهلا فيكي. انت كيفك؟ يا ترى مريضنا لساته عم يتدلل عليكي وعزبك؟ لا والله. انت ست كتير مزوقة، هذا رفيقي من 30 سنة وحافظة كل طباعه. معقولة؟ ما انك عم تتدلل؟ انا كنت ماشية من قبل ما تجي حضرتك. معقولة انا اجيت وانت بدك تروحي؟ لا بس انا كنت ماشية لانه عندي شغل بالبيت، شرفينا بشي زيارة. اكيد اذا الله راد. عن اذنك دكتور فؤاد. اذنك معك، مع السلامة. ايه احكي لي شو اخبارك؟ الحمد لله انا منيح. ايه لاحظت مبين عليك. ايه يلا باي باي. تيتي معقول انتي؟ لكان انت اللي معقول؟ ايه طبعا مو انت اللي عم تدفعوا لي ببلاش، كتر منه. حضرتك بتعرف كيف ماشي امور هالبيت هاد. هيك لكان انا هلا صرت عالي عليكم. لك شو صاير؟ ابدا ما في شي، بدي لاقي شغل واترك هالبيت بأقرب وقت. شو؟ كل هاد مشان مكالمة التليفون. ماشي عم تعلي صوتك على ستك وفوقة،
ما عاد ساوي لك المهلبية اللي بتحبها طول ما أنا عايشة. أنا فايق ورايق للمهلبية تبعك. تعال هون يا ولد. آخ منك يا أمي. لنكون جرحنا شعوره للبروفيسور. رح يجي يوم وتعضي أصابيعك ندم. بكرة منذكر بعض. روحي راضي ماما روحي. وينه الحساس؟ اليوم المساء عندك شي؟ ليش عم تسألي؟ شو رأيك تجي تسهر عندي؟ بلاها اليوم معلش خليها لوقت تاني. إذا بتريد تفضل. قدي حقا؟ 200 ورقة. لف لك ياها؟ ورقة هدية. شو بدك بالسيارة؟ عجبتني. وشو بدك تساوي فيها؟ عجبتني واشتريتها. بدك تعملي منها قصة؟ تفضل استاذ. يسلم. صايرة تصرفاتك غريبة ما عم افهمها. بنسى كل الدنيا وما بنساكي. اوه طعمتهم متجنن. انت من قبل ما كنت تعرف تقلي بيضة. من امتى تعلمت تساوي هيك شاي طيب؟ الحياة مدرسة كبيرة بتفرض علينا نتعلم كل شيء. فؤاد شو صاير؟ انا خجلان منك كتير. ها؟ وليش بقى؟ لأنه الشيء اللي عملتي معي مو قليل. أنا كيف بدي ردلك جمايلي؟ يا الله منك. أنت من وين متجيب هالحكي هاد؟ أنت دفعتي مصاريف المشفى مع أنه وضعك مو أحسن من وضعي. هاي شغلة مو قليلة. بهالوقت مين بياخد سلفي على شغله مشان حدا تاني؟ فؤاد أنا بعرف أنه أنت ما معك، بس أنا رح بيع السيارة و... إيه خلص بقى فهمنا. يعني لما قلت لها للست يسرى أنه نحن رفقات من 30 سنة كنت عم بكذب؟ بتحب أدلك ياها؟ نحن رفقات فؤاد. نحن عم نكبر وسنين عم تركض. مين رح يبقى لنا غير رفقاتنا والناس اللي منحبهم؟ شو ما بتعرف غلاوتك؟ بدل 30 سنة رح نعملهم 39، شو رأيك؟ ايه؟ كيف أمورك مع الست يسرى؟ اعترفت لها أنك بتحبها؟ أسمهان شو عم تحكي؟ قلت لك نحن مجرد رفقات وبس. أوه. السيد فؤاد عقل وبطل يحب هالشغلات هي. يا حرام. أسمهان أنت بتحترمها كتير للست يسرى وهي بتستاهل الاحترام فعلا. تتهنى الله بعت لك مرة مثل الملاك. لازم تعرف قيمتها. السنة الماضية كانوا بدهم يحطوني بقسم الدراسات بالجريدة بس أنا ما قبلت. ليش؟ مو منيحة؟ لا مو هيك، بس ما حبيتها. كل الشغل بهالقسم داخلي، بيفوت الواحد على المبنى من الصبح وبيضل قاعد للمساء.
كتابة مقالات وتحرير أخبار وتصنيفها واختيارها للنشر شي بضيق الخلق، بينما بقسم التصوير شغلي خارجي. أنت بتكره القعدة بين الحيطان، بتضوج قوام وبضيق خلقك. إيه طبعا غلب التطبع. هلأ عم فكر ساوي معرض. معرض شو؟ فوتوغراف؟ كتير حلو، عن جد انبسطت. وأنا بنبسط إذا بتجي على اسطنبول وبتحكي. وهي نحنا سوا، وغراضك بعدين ترجعي بتاخديهم. خلينا نكمل على قدرنا. ميار عليا، ماشي معك حق، أنا خبصت كتير بعترف لك، بس لازم نحل المشكلة. إذا مو مشاننا، مشان الأولاد ما يعيشوا بعاد عن بعض، لازم نحاول ننسى كل شيء. الحكي سهل كتير ميار، ما هيك؟ كتير سهل عليا بهالبساطة؟ وكرامتي أنا ما فكرت فيها أبدا، عم تقلي ضحي مشان الأولاد؟ إذا الأولاد عرفوا حقيقتك وقتها كيف رح تجاوبهم؟ طيب وإنتي؟ شو بده يكون جوابك لما أولادك يسألوكي ليش ما رجعتي؟ على الأقل رح يقولوا إنه أبونا ندم واعتذر، بس إمنا ليش عندت؟ هلا أنا عم عم تصعبيها بابا، بشان الله حاش تتخانقوا. ما عم نتخانقوا، نحن بس عم نحكي. راما بدها تنام عنا اليوم، مو هيك بابا؟ ميا اسمح لي بس الليلة تنام عنا، وافق إذا بتريد. بابا خليني أبقى اليوم مع أخيليز. بابا بشان الله. هدول هم. شوفوا هالضيوف الحلوين اللي اجوا يزوروني ويتعشوا معي. يلا اشلحوا من رجليكم. تعي 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 لهون، ان شاء الله انبسطوا بالمشوار. ايه انبسطنا، وبابا اشترى لنا بوالين. اوه قديش حلو لون هالبالون. ماما تعوا شلحوا جواكيتكم بالأول. أنا بشلح الجاكيت للأمورة راما، ديري ظهرك. أيوة. شوفوا خالو محضر لكم أكل كتير طيب. نسيت البطاطا. ليس
ماما خد اختك على الحمام مشان تغسلوا ايديكم وتجوا تاكلوا. يلا راما تعالي اجيك على الحمام مشان نغسل. بيومك كنت بدك تبقى هون وما ترجع على قدرنا. وقتها كانت شروط الشغل صعبة وبابا كان رح يتضرر كتير من هذا الشغل، بس منيح انه رجعت وإلا ما كنت نجحت. امتى رح تبلش شغلك؟ لازم صفي شغلي بقدرنا وقع العقد هون واخد مكتب وبيت مرتبين، ومن هون لأسبوعين لازم بلش شغل. ميار إذا بدك بتقدر تبلش هلأ، اشتغل بمكتبي مؤقتا لبين ما تزبط وضعك على الآخر. شكرا طارق، كلك ذوق. والله عم بحكي عن جد، مو مجرد حكي بس. بعرف. تتذكر قديش بحن لهديك الأيام الحلوة؟ شو كنا مرتاحين وما عنا هموم، حتى الدراسة بمزاجنا. حياتنا كانت كلها تسلاي، مشاوير وقهاوي تمشاي على الشط. عم تمروا على هديك القهوة؟ ايه هدوة، وطالعوا محل فندق ونحن اشتغلنا فيه واستلمنا الكسوة تبعيته. هاي القهوة كانت أثرية، يعني حرام تنهد. شو صار معك؟ بده ياني ارجع معه على البيت. ايه وبدك ترجعي؟ لا. صح، رح يترك لك راما؟ ما بظن يتركها. قديش هالقصة معقدة، شو ما بدها تنحل؟ ماما معلش نروح أنا وراما لعند تيتا وفوقها. ماما معلش نروح؟ معقول ماما تروحوا بوقت الأكل؟ هلأ منتعشى وبعدين منشوف إذا منروح. يلا يا حلوين امشوا لناكل، أنا كتير جوعان. أنت خد هاي وأنت خدي هاي كمان، يلا خدوهن على الطاولة. فكري بهاللحظة وبس، ولادك معك انبسطي ولا تفكري بكرة. هذا محلي، روحي انتي قاعدة على هذاك الكرسي.